مرحبا. بعد نحو شهرين على قرار وزارتا الخزانة والعدل الأمريكيتين بشأن حظر المواقع الإلكترونية المقربة من إيران، لم تتمكن أذرع طهران الإعلامية المتمثلة بالقنوات الفضائية الإخبارية المنضوية ضمن ما يعرف باتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية والمعروف بقربه من الحرس الثوري الإيراني من العودة للعمل. هذه الخطوة دفعت بعض الأطراف إلى إنشاء مواقع جديدة بأسماء مختلفة عن تلك التي صدرت من قبل واشنطن. الإنشاءات الإلكترونية الجديدة تمت عبر تعاون تقني مع جهات في العاصمة اللبنانية بيروت متخصصة في إنشاء وتصميم المواقع وصناعة المحتوى. قبل تحديد المساحة الإلكترونية التي أشرنا إليها، خرجت تصريحات من نواب مقربين من تلك الفصائل قالوا فيها إن مصادرة واشنطن لمواقع إخبارية تابعة للفصائل غير مجدية. وأثبتت صحة التصريحات بعدما وجدت تلك الجهات منصات ومواقع أخرى لبث ما تريد من إعلامها. يقول مصدر مطلع لون نيوز إن الإجراءات الأمريكية لن تؤدي إلى نتائج ملموسة، على اعتبار أن فرض عقوبات أخرى على وسائل إعلام عراقية جديدة مرهون بقرارات الإدارة الأمريكية التي لا يعلم أحد ماذا تفكر في الخفاء. صحيح أن الأمريكيين يجرون الآن الجولة الرابعة في الحوار الاستراتيجي، لكن هذا لا يغفل قوة التأثير في الشأن العراقي بالنسبة للأمريكيين والإيرانيين، لأن الحكومة الاتحادية تقف مكتوفة الأيادي حيال التطاول الإيراني. مثلا إيران التي قطعت المياه عن العراق في ظل سكوت عراقي مطبق وعدم صدور أي إدانات من وسائل الإعلام والجهات الرسمية. وتقف بغداد اليوم مستنجدة بالتدويل لقضية المياه، تاركة سلاح أذرعها يرعب المدنيين في بغداد، وسط تحضيرات لتصعيد جديد قد لا يخرج أحد من بعده أبدا.